السلام عليكم متتبعي فضاء المغتربات، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. ان شاء الله اليوم غادي نوجدوا واحد الفطيره كيف ما كتشوفوها معايا، ولكن قبل من هذا الشيء كله انني غادي نشكر الاخت سعاد من المغرب اللي جربت الوصفه ديال القراشل. شوفوا ما شاء الله كيفاش جاوها، روعه ما شاء الله ما شاء الله، وقالت لي بان حتى المذاق ديالها عجبها بزاف، وانها يعني حاولت تدي منها العائله ديالها، وكانت غادا تسافر لغد لي قالت لك غادي تديهم، هذاك هو الفطور ديالها. كنقول لها شكرا على الثقه اللي وضعتي فيا، وشكرا انك حاولتي تجربي الوصفه ديالي، وفعلا صدقت لها غزاله ما شاء الله. كنتمنى الناس اللي كيجربوا الوصفات ديالي انهم يخليوا لي تعليق ويقولوا لي كيف جاوهم، كيف ما هاد الاخت هادي يعني هادي انها حاولت تراسلني وتبعت لي الصور. شوفوا ما شاء الله شحال غزلان. كنقول لها شكرا بزاف، وشكرا للناس كاملين اللي كيوضعوا فيا الثقه وكيتبعوا الوصفات ديالي وكيجربوهم، والناس اللي كينضموا للقناه ديالي. فانا فخوره كل يوم كنلقى ناس جداد داخلين لقناتي وكيخليوا لي تعاليق جميله. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف. ندوزوا على بركه الله الفطيره ديالنا. كيف ما كتلاحظوا المنظر ديالها جاي غزال، المقادير ديالها حتى هي بسيطه كيف ما غادي تشوفوا معايا هنايا، يعني ماشي شي حاجه اللي كثيره. غادي نحتاجوا في المقادير ديالها جوج ديال البصلات مشلضين رقاق، وغادي نحتاج الفلفله بالالوان، يعني استعملوا اللون اللي بغيتوا. انا هنا استعملت الصفراء والحمراء، تقدروا ديروا في الحشوه اللي بغيتيو. وغادي نحتاج التوابل، غادي نحتاج الملح، الابزار، والكركما، والبابريكا، وغادي نحتاج القليل من الزعتر. انا كنكها بالزعتر حيت غادي نحتاج من بعد لا دانت فيمي او الديك الرومي المبخر. غادي نحتاج هنا في المقلات غادي نوضع 3 او 4 ديال المعالق كبار ديال الزيت النباتيه فاش نشحر البصله والفلفله. غنبدا بالبصله هي الاولى، ونوضعها في المقلات ونخليها بطبيعه الحال النار كتكون متوسطه او مهيله باش ما تحرقش لكم، يعني كتاخذ واحد اللون ذهبي جميل. هنايا غادي نخليها حتى ينزل هذا البصل كينزل وكيتغير اللون ديالو واحد شويش، وعاد غادي نضيف عليه الفلافل بالالوان. هنايا من بعد ما نزلت لينا البصله حول اللون ديالها كيبدا يتغير، غادي نضيف ليها الفلافل. ونستمر في التحريك. هنا نسيت واحد بتي طرونش ديال الفلفله، وغنستمر في التحريك ديالها حتى تنضج لينا، يعني ما ترجعش مخلطه بزاف، غير تديك الفلفله شويه كتدبل، بحال كتدبل شويه حيت غادي ندخلوا الفطيره للفرن. هنا غادي نضيف التوابل، تقدروا تضيفوا المعدنوس او البقدانوس مقطع ولا القزبر. انا هنا بغيتها بهذا الشكل هذا، يعني بدون الربيع، يعني غير هكاك. صافي، وكنخليها تكمل الطياب ديالها على المهل، يعني ما نجهدش كما قلت لكم للنار، ومره مره تنحركها باش ما تلصقش لينا. صافي، ودابا هي دي صبحات جاهزه، هذا هو الشكل اللي بغيناه. غادي نطفي عليها النار ونخليها تبرد تماما، يعني ما تستعملوهاش وهي سخونه لانكم غديروها في الباط فيتي وغادي تخسرها لكم. هنا عندي لاباط فيتي انا ديجا وجدتها معكم، يعني ما بغيتش نزيد عاد نتقل عليكم، نخلي لكم المقادير ديالها ديال لاباط فيتي. ولا بغيتو الرابط حتى هو راه ديجا انا نزلتها، تقدروا تمشيو تشوفوا لاباط فيتي ديال 10 دقائق، فعلا سهله وجميله وكتعطي نتيجه بحال لاباط فيتي العاديه. انا هنا كنت دايرها في الثلاجه، غادي نجبدها ونبدا نخدمها بالطريقه المعتاده ديالنا، يعني نحاول نطلقها ولكن نجيبها مستطيله باش ندير الشكل اللي انا باغا. في الاول مثلا
ما تنطلقهاش مباشره، يعني تنحاول نضغط عليها عاد كنبدا نطلق شويه بشويه، وبطبيعه الحال دائما مع استعمال الدقيق. صافي انا كنحاول هنا نعطيها واحد الشكل اللي هو مستطيل. غيب شويه يعني انا راه مزربه الكاميرا باش كتبان لكم هكا، مي انا راه غير كنخدمها غير باللاتي وبطريقه، لاحظوا معايا يعني كنحاول نعطيها شكل مستطيل باش تجيني الخدمه اللي باغا انا. هنا من بعد ما طلقتها ووصلت للحجم اللي انا باغا، يعني ماشي غليظه بزاف، غادي نجيب هاد الجراره ديال البيتزا وما كنقطعش، انا راه كندير واحد الخط من الفوق غير باش كنطراسي فين غنقطع دوك الشرائح اللي غندير باش يجيوني مقادين، يعني ما قطعتهاش تما. وغنبدا نقطع دابا الجوانب ديالها بهذا الشكل هذا. هذوك انا درتهم غير باش كنعرف حداش غادي نوقف، يعني عندك كلشي تقطعوها صافي. وكنستمر في الشرائح، هذا العمل الشرائح على الجوانب ديال لاباط. وغادي نجيب هنايا الكيتشاب، غادي نجيب الكيتشاب وغادي ندهن، غادي ندير غير شي قطرات. تقدروا تستعملوا صوص طوماط، ولكن هاد الطريقه هادي راها جميله بزاف ديال الكيتشاب. انا غندير لها الكيتشاب، ندهنها به ونحاول نفرق على 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 ديك لابارتي اللي انا ما قطعتهاش، نحاول نفرق هذاك الكيتشاب. ونجيب الحشوه ديالي ونحاول نفرقها حتى هي بطريقه متساويه على الفطيره. ما توصلوش حتى للجوانب باش ما تفيضش ليكم، لان عاد غادي نفتلو ديك لاباط اللي حنا قطعنا. تقدروا ديروها حتى بالعجين العادي، يعني ديروا للناس اللي كيديروا الرغايف ديروها بالعجين ديال الرغايف، تورقوه على طبقات وديروها بهذه الطريقه اللي ما بغاش يدير العجين المورق او ما متوفرش عنده، ولكن من الاحسن ديروها بالعجين المورق. كنخلي الجوانب يعني كيف ما كتلاحظوا ما كنملئهمش، وغادي نضيف هنايا الفرماج الكاري. انا عندي هنا هذه الموتزاريلا ولا داند فيمي، شرائح ديال لا داند فيمي او الديك رومي المبخر شرائح ديالو. فكنوضع الفرماج بهذه الطريقه هذه، انا كنعطيكم غير فكره. تقدروا ديروا الجبن المبشور او الفروماج المحكوك حتى هو فكره، فانا درت هذا لانه يعني نفس المفعول ديال الاخر، في انا هذا جاني حسن. وغنبدا نوضع الشرائح ديال الديك الرومي. تقدروا تستعملوا في عوض الديك الرومي تستعملوا غير شرائح ديال الصدر ديال الدجاج او تستعملوا اسماك، المهم انا تنقول لكم الفكره وانتم استعملوا اللي بغيتوا. صافي وغنوضع طبقه اخرى ديال الفرماج. النتيجه ديالها صدقوني راه كتجي اكثر من رائعه، فانا درتها وعاودتها مرارا وش نقول لكم، يعني ما كنشبعوش منها بصراحه. عاود غادي نزيد طبقه واحده اخرى ديال الديك الرومي، هكا كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله، يعني شحال ما بغيتوا ديروا من طبقه راها كتجي مزيانه.
صافي وغادي نحاول نجمع لها الجوانب ديالها. كنبدا بالجهه الفوقانيه هي الاولى وكنبدا ندير الضفائر بحال غادي ندير جهه على جهه، يعني تبعوا معايا غير المرحله وانتم غادي تعرفوا شنو كندير. كنجيب وحده من هذا الجانب ووحده من الجانب الاخر، يعني كنحاول نضفرها. كنتمنى الفكره تكون وصلتكم. والمره الماجيه ان شاء الله غادي نوريكم واحد الطريقه حتى هي جميله بهاد الفطائر هادو، وصفه مغايره كل التغيير لا من الحشوه ولا من الطريقه. ان شاء الله غادي نصوبوها مع بعضياتنا فهاد الشكل هذا، يعني كيعجب الوليدات كاملين. يعني فاش كديرها كتغير لهم داك الاكل التقليدي اللي دائما كنديروه. انا هذه درتها ورافقتها مع واحد الشوربه ديال الاسماك، جات روعه بصراحه. صافي وهنا وصلت للمرحله الاخيره. غادي نجيب دابا الطبق اللي غادي ندخلها للفرن وغادي نوضعها فيه، فما تخافوش منها راه ساهله في الهزان ديالها، يعني فاش كنهزها راه كتجي ساهله. وغادي نجيب هنايا اصفر بيضه، ما غادي ندير معها حتى شي حاجه واحده اخرى غير الاصفر بيضه بوحدو. كنطربو وكندهنها كيف ما غادي تلاحظوا معايا. ندهن لها الوجه ديالها كامل وغادي ندير عليها حبه الشيا او زريعة الشيا او الكغاندو شيا، يعني هذه واحد البذور اللي هي اكثر من رائعه. هنايا حتى الخبز اللي كتباع ديال هاد الكغانشيه، يعني كتباع شويه زايده في الثمن، فانا انا عزيزه عليا هاد الكغانشيه يعني كنستعملها. وهنا غادي نزوق بشويش ديال الزيتون الاسود. وهنايا قبل ما ندخلها الفرن كنحطها ترتاح في الثلاجه وتعاود يعني ديك لاباط فيتي دائما راكم عارفين خص يكون لو شوك ما بين البروده وما بين السخونيه. كندخلها للفران اللي هو ديجا حامي على 180 وكنقص له لا طومبيراتور ديالو، وهذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها. ما عرفتش المده بالضبط، المهم راه كطيب. خاصه تبان لكم انها طابت من الفوق ومن التحت، كتاخذ شكل غزال، منظرها رائع وحتى الرائحه اللي طالعه منها كتشهي ما شاء الله. كنتمنى انكم تجربوها. انا غادي نقطع معكم هنايا واحد الجزء باش تشوفوها كيفاش كتجي اكثر من رائعه. راه سخونه ولكن مع ذلك راني تنحاول نقطعها، هي بصراحه خاصها تبرد شويه، يعني ما نقطعها شويه هكاك، ولكن غير باش نوري لكم كيفاش كتجي اكثر من رائعه. كنتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي التعاليق ديالكم.
تنقول للناس اللي كيتابعوني شكرا لكم بزاف. لاحظوا معايا كيفاش جايه رائعه رائعه ما شاء الله. كنتمنى الا جربها شي حد يخلي لي تعليق، خلي لي كومنت، ونقول لكم بسلامه عليكم حبابي وحباباتي. شكرا لكم، دمتم في رعايه الله، والى حلقه قادمه ان شاء الله مع وصفات فضاء المغتربات.